السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. طيب احنا المره اللي فاتت بدانا نتكلم ازاي نقدر نجيب الكويري او نجيب الداتا بتاعتي او ازاي نقدر نكوير الداتا بتاعتي من الستور. المره اللي فاتت اتكلمنا ان احنا نقدر نعمل ده عن طريق ان انا اجي هنا انجكت الستور بتاعي، وكده انا اخدت نسخه من الستور اللي موجوده عندي. وبكل بساطه لو الراجل الكبره ده عايزين نعرف ان هو لوجن او لوجد اوت، كنا بنجيب الستور ونقدر نجيب منه الداتا بتاعته. معنى كلامي ان اي حاجه انا بحطها في الستور اقدر من اي مكان في الابلكيشن بتاعي اقدر اعمل عليه سبسكرايب وانا استخدمه. معنى كلامي برضو ان انا الستور ده ممكن استخدمه معايا از ان هو اوبزرفبل، اقدر اوبزرف منه الداتا اللي انا عايزاها. طيب وخلي بالكم من حاجه كمان، احنا لما جينا هنا حطينا الحاجات بتاعتي واستخدمنا الماب واستخدمنا البايب بتاعي عن طريق الار اكس جي اس او عن طريق الاوبريتورز بتاعتي، كل الكلام ده كنا في الاتش تي ام ال شخصيا كنا بنعمل عليه هنا ايه اسينك. ليه؟ عشان لما الداتا تتغير هنا يبتدي يسمع هنا. فانا عندي شقين، عندي الشق الاولاني ان الداتا دي بتتغير من الستور، وببتدي في الكومبوننت بتاعي اشوف الداتا بتاعت الستور دي اتغيرت فاجيب الداتا وابتدي احسب الحاجه بتاعتي هنا، ان انا لو الستيت بتاعتي هقدر اجيب بس السلايس بتاعت الاوث وبعد كده اجيب اليوزر وكنت لو هو تمام بترو، لو لا فولس يبقى از لوكد اب. فانا عندي هنا تغيير بيحصل من عن طريق الستور، وفي نفس الوقت التغيير اللي بيحصل عن طريق الستور ده انا هنا في ال HTML بلسن على التغيير ده. فانا عندي هنا تغييرين، تغيير بيحصل في الستور وعلى حسب التغيير اللي بيحصل في الستور انا المفروض اروح اغير في الفيو بتاعي. طيب خلي بالكم من حاجه، احنا الابلكيشن بتاعنا يا شباب مش هيبقى فيه بس الاكشن بتاع اللوجن واللوج اوت، ده انا هيبقى عندي اكشن هنا بتاع الفيو، عندي اكشن بتاع الايديت، عندي اكشن بتاع الديليت، عندي اكشن بتاع الاد، الحاجات دي كلها بتاعت البلوجز. وكل الاكشنز دي زي ما هنشوف خلال الكورس هتسمع في الستور شخصيا. يعني انت معنى كلامي ان انا هيبقى عندي ديسباتش لاكتر من اكشن؟ طب ما هو الديسباتش اكتر من اكشن ده هيدي للستور فاليو جديده. قال لك حصل. طب مش لما فاليو جديده تتحط في الستور ده هيشتغل تاني؟ ده اللي هو ايه؟ ان انا هروح اجيب الفاليو جديده تاني، مع ان الفاليو اللي هتتحط في الستور عندي هنا، مع ان الفاليو اللي هتتحط في الستور عن طريق الاد او الفيو او الايديت او الديليت دي حاجات ليها علاقه بالبلوجز ملهاش علاقه بالاثنتيكيشن بتاعي. طب ليه ده هيرن تاني؟ ما هو ده هيرن تاني لان انا هنا بقى ايه؟ بسبسكرايب على الستور شخصيا، فاي تغيير هيحصل في الستور سواء بقى كان عن طريق الاوس او عن طريق البلوجز او عن طريق اي حاجه تانيه، اي تغيير هيحصل في الستور الكود ده هيشتغل من اول وجديد. وده طبعا كبرفورمانس وايز مش حلو خالص. انا يا معلم ليه اشتغل؟ وخلي بالكم ان ده لما هيشتغل هيسمع في الفاريبل ده. طب ما يسمع في الفاريبل ده ال HTML هيروح يرن ده من اول وجديد. طب ما انا كده يا باشمهندسه الدنيا عندي هتبقى بايظه خالص. قال لك حصل. انا كده ده هيقعد يشتغل في حين ان الفاليو بتاعته ما اتغيرتش. يعني انا الراجل دلوقتي دخلت عملت لوجن فالايز لوجن بترو، رحت عملت ادلي بلوج، الستور هيسمع تاني هيروح يجيب الفاليو تاني بتاعت الاوس اللي هي اصلا بترو، فهيحط هنا ترو تاني مع ان الفاليو اصلا كترو. معلش هو هيحط ترو تاني لان الكود ده اشتغل فعمل ريكالكوليت من اول وجديد فحط لي هنا ترو تاني. فلما حط لي هنا ترو تاني فهوبا ده اشتغل تاني، فده مش حلو. يعني انا بكل بساطه المشكله عندي ايه؟ بكل بساطه انا عندي مشكلتين. اول مشكله بكل بساطه ان حتى لو الفاليو بتاعت الاوز بتاعتي ما اتغيرتش وحصل تغير في الستور الكود ده هيشتغل تاني. يعني انا دخلت عملت لوجن والايز لوجن بترو حلو، رحت زودت بلوج ده هيشتغل من اول وجديد والايز لوجن بترو برضه. طب الحل ايه؟ قال لك انا ممكن احلها حل مش ولا بد شويه، اللي هو ايه؟ حاجه هنا حامل كومه كده، انا عندي في الار اكس جي اس اوبريتور كده اسمه ايه؟ ديسك انتل تشينج اهي. دي ايه يا باشمهندستنا؟ دي حاجه من الحاجات الار اكس جي اس اهو. مين دي هندسه؟ ديسكند اللي هو امنع الدوبليكيشن. انا محتاجه امنع الدوبليكيشن في حاله ان الفاليو ما اتغيرتش، ده اللي انا عايز اعمله. يبقى انا عايز اوقف التكرار اللي بيحصل في الفيو. خلي بالكم انا بعمل دي عشان امنع التكرار اللي بيحصل في الفيو هنا. فانا بقول له ايه صديق الصدوق ده؟ عمو دي ديسكند اندر ديسكند معناه ان هو اليونيك، انا عايز اليونيك فاليوز. يعني انا لو بترو والفاليو الثانيه جات لي بترو ما تعملش حاجه. طب انا لو كنت بترو والفاليو الثانيه جات لي فولس لا اعمل بقى واشتغل. بس دي حاجه ليها علاقه بالار اكس جي اس. انا عايز اتعامل بالان جي ار اكس يا باشمهندس. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا عايزه اتعامل بالان جي ار اكس، فانا هعمل ايه؟ قال لك بص يا صديقي، الراجل الكبره ده، الراجل الكبره ده مش هيشتغل ده كده. يعني شايفين ديسكن دي مش عايزاها يا معلم اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام اهو، وتعالى برضو نشيلها من الامبورت لان انا ما بقتش محتاجها. ما انت هتعمل بايه؟ قال لك بص انا عندي حاجه اسمها سيلكت.
عندي حاجة اسمها select، والselect دي بصوا جاية لي من مين؟ من NGRX. اهو انا عايز select دي يا حبيبي، ولو رحنا بصينا فوق هتلاقي select دي جاية لي من NGRX. طيب وبرضو زي ما عملناها في الاز لوجن هروح اعملها فين؟ في الاز لوجن. دي بتعمل ايه؟ بتمنع الدوبليكيشن للفيو. خلي بالكم بتمنع الدوبليكيشن للفيو. فانا دلوقتي اتاكدت بكل بساطه شديده ان الراجل الكبره ده اللي في الفيو الناحيه التانية ده مش هيشتغل غير لما الفاليو تتغير. قلت له عظيم، ده حلو جدا، بس خلي بالكم اللي احنا عملناه ده، اللي احنا عملناه ده للفيو. ايوه انت قصدك ايه يعني؟ ستيل ده لسه هيشتغل، لان ستيل ده لسه هيتغير، ده لسه هيحصل له ريكالكوليت. هو هيحصل ريكالكوليت، لا الفيو، لا التكر، لا الحاجه اللي طالعه من عندي ترو وانا ترو، فمش هيعمل حاجه عشان السلكت خلاص شكرا. بس ستيل الفاليو اللي جوه دي بتتكرر، او بيحصل لها ريكالكوليت، او الكود اللي جوه ده لسه بيتنفذ، بيعيد تنفيذه، بيريبيت. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايزه بكل بساطه لو الراجل ده لوجن، خلاص الميموري عندي عارفه ان الراجل ده لوجن، ما عملش حاجه. يعني ايه ما عملش حاجه؟ يعني ما اروحش اقول نوت نوت الستيت اوف الاوس دوت يوزر، ما اعملهاش. خلي بالكوا انا اللي داخلالي ده مابنج فانكشن، بتاخد الاستيت وبتعمل عليه شويه حاجه، فداخل لي انبوت وطلع لي اوتبوت. قال لك حصل. فانا لو الانبوت اتغير عايز الاوتبوت يشتغل، لو الانبوت ما اتغيرش مش عايز الاوتبوت يشتغل. تاني بالراحه كده، انت عايز تعمل ايه؟ احنا خلاص قلنا السلكت ده عشان يمنع الدوبليكيشن بتاع الفيو، مالناش دعوه بيه. انا لسه الكود ده عندي بيشتغل، يعني لو الستور حصل فيه تغيير السلكت تمام هيشتغل وهيجي يدخل يعمل ده. خلي بالكوا السلكت ده بيمنع التكرار في ال HTML هناك، في الفيو هناك ده ماليش دعوه بيه. انا دلوقتي في الكود اللي جوه ده، الكود اللي جوه ده ستيل هيشتغل كل مره لما الستور يحصل فيه تشينج. والكود اللي موجود قدامكم ده ان لو الانبوت داخل لي انا بعمل له بامج اطلع اوتبوت. فانا عايز اعمل ايه؟ لو الانبوت داخل اطلع الاوتبوت ويبقى موجود معايا في الميموري. قلت له حلو. لو الانبوت دخل تاني نفس قيمه الانبوت الاولاني ما تعملش حاجه. يعني ايه ما تعملش حاجه؟ يعني ما تعملش ريكالكوليت للاوتبوت بتاعي. ده بقى هو ده اللي اسمه السلكتور. يعني ايه؟ بصوا كده ركزوا معايا. انا لو جيت هنا، جيت في عمو الاوز ده، في اللوجن والمودل والريديوسر، انا حاجه في عمو الاوز ده كده اكريت فايل جديد هسميه اوف دوت سلكتورز دوت تي اس. قلت له حلو. وبعدين قال لك بقى ركز معايا الله يكرمك، انا حاجه هنا اقول له ايه؟ كونستنت او اكسبورت كونستنت، اكسبورت عشان بقى هنستخدمه بره، كونستنت اهو از لوجد ان ايكوال. حلو، انا عملت هنا اكسبورت كونستنت از لوجد ان، عظيم. وبعدين اتفقنا ان دي مابنج فانكشن. اه انا عايز اعمل نفس المابنج فانكشن دي، بس ركزوا معايا انا هعملها على مرحلتين. انا هنا هستخدم حاجه من حاجات الان جي ار اكس، اكيد هو مهندل، اللي هو ايه؟ كرييت ريديوس، كرييت سيلكتور اهو، كرييت سيلكتور اهو. على فكره كرييت سيلكتور ده يا شباب بياخد من 2 ل 9 بارامترز، بس ركزوا معايا اقل حاجه 2 بارامتر يحطوهم. كرييت سيلكتور خلينا متفقين الاول ان هو جاي من مين؟ من ان جي ار اكس. قال لك طيب الكرييت سيلكتور ده بيعمل ايه؟ انا بديه المابنج بتاعي. يعني ايه بديله المابنج بتاعي؟ يعني اول حاجه بتاعتها بديله الماب اللي انا كنت عاملاها هناك، مش انا قايله له هنا الستيت وهات لي منها الاوس واليوزر؟ قلت له اه. فانا حاجه هنا اقول له بص يا صديقي، هيبقى عندك ادي الستيت اهو، هاخد منها الستيت اوف الاوس. ايه يا باشمهندس اللي انت عاملاه ده؟ يعني بالراحه برضه عليا عشان انا مش فاهم. الستيت دي، الستيت اللي انا عاملها دي، مش انا جبت هنا باجي اقول له هات لي الستيت خد لي منها الستيت والاوس دي؟ مش احنا كمان شويه زي ما هيبقى فيه اوس هيبقى فيه بلوجز؟ ما احنا قلنا الستور بتاعي او الستور بتاعي اللي انا بشتغل فيه عباره عن ارفف. انا اخدت رف للاوس، انا اخدت رف للاوس، فانا عايز الستيت بتاع الاوس، فانا كده اخدت السلايس بتاع الاوس. قال لك حصل. وممكن على فكره اعمل كومه هنا واقول له برده الستيت هات لي منه برده السلايس بتاع البلوجز بعد كده اهو، هقول له ستيت وهات لي منه مين يا هندستنا؟ السلايس بتاع البلوجز اهو. براحتك بقى، شوف انت عايز تجيب ايه، شوف انت ايه الحاجه اللي انت محتاجها عشان تجيبها. انا لغايه دلوقتي اخدت مين؟ اخدت عمو مين؟ الاوس. قلت له حلو. طب وبعدين؟ قال لك هنا بحط حاجه اسمها بروجيكتور فانكشن. ايه هو البروجيكتور فانكشن؟ بتاخد كل السلايس اللي انا واخداها من قبل كده وتعمل اللوجيك اللي انت عايزه. بتاخد كل السلايس اللي انا واخداها قبل كده وتعمل اللوجيك اللي انت عايزه. يعني ايه هندسه؟ يعني انا حاجه هنا هقول له والله انا راجع لي من هنا الاوس. قال لك اه، هات لي الاوس اللي انت عايزه ده. قلت له حلو، ادي الاوس.
طب احنا كنا مش بنعمل الاوث دوت اليوزر، مش انا كنت بقول له الاوث دوت اليوزر؟ قال لك اه. وكنا بنيجي هناك نعمل ايه؟ نوت نوت بس. لو كده بصوا خليكم ركزوا معايا كده، انا هكبر دي كده سيك. لو لاحظتوا هنا انا كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب الاستيت ومن الاستيت بجيب الاوث وبعد كده اجيب الدوت يوزر. تعالوا افتحها لكم الاثنين قصاد بعض، ركزوا بقى معايا الله يكرمكم. بصوا كده انا عملت ايه الاول؟ اخدت اول خطوه قلت له الاستيت هات لي منها الاوث، اهو الاستيت هات لي منها الاوث، واللي راجع من السلايس دي خش لليوزر اعمل لي ايه؟ نوت نوت اللي احنا كنا عاملينها. فانا لو جيت بكل بساطه سيفت الكود ده ورحت الناحيه الثانيه اخدت الايز لوجن دي ورجعت عندي في التايب سكريبت، هشيل كل ده واقول له خد لي مين السلكتور ده. طبعا هو زعلان بس عشان عايز اعمل لوجن اهو، عايز اعمل امبورت اهو، نفس اللي احنا عملناه تاني. ركزوا معايا واحده واحده، هنعمل مين اللوج ده اوت، هقول له اكسبورت، قال لي عظيم كونستنت، قلت له عينيا الاثنين از لوجد اوت زي الفل ايكوال، هعمل ايه؟ هكريت سلكتور. الكريت سلكتور ده بياخد من 2 ل 9 بارامترز، عايز اقول لك ان هو ممكن ياخد سلكتورز ثانيه. يعني ايه؟ يعني بقول له ممكن اقول له هنا الاس لوجن ده السلكتور اللي فوق اهو، مش ده السلكتور اللي فوق؟ قال لك اه. اللي طالع منه هات لي الاوث واعمل لي نوت الاوث دوت مين اليوزر اللي طالع منه. يعني ركزوا بقى معايا كده تاني هندستنا، اهو اعكس اللي طالع على طول، لان اللي هيبقى طالع هيبقى طالع بوليون اهو. قال لك بص يا سيدي انا دلوقتي جيت هنا الراجل الكبره ده عمل ايه؟ اخدنا الاستيت بتاعت الاوث، قلت له حلو واعكس ده، فمن الاخر ده لو طالع منه ترو يبقى الراجل ده لوجن، لو طالع منه فولس يبقى الراجل ده مش لوجن. فانا جيت اخدت هنا اللي طالع من ده، يعني من الاخر اللي طالع ده ترو او فولس، يا ابيض يا اسود. فلو الاز لوجن ان ده، لو الاز لوجن ان اهو معايا واحده واحده، طالع منه ترو وقلت له نوت الترو يبقى الاز لوجد اوت فولس، يبقى اللوجد اوت فولس، هو مش عامل لوجد اوت. واعكس خد ده كده كوبي بيست، لو الاز لوجد ان ده طالع منه فولس فهيبقى نوت الفولس هيبقى ترو، يبقى هو لوجد ايه؟ اللي انا عايز اوصله ان ده يا اما بياخد مابنج فانكشن انبوت ويطلع اوتبوت وكل ده بنسميه سلايس فيدخل على الجزء اللي بعده، يا اما ممكن ياخد اصلا سيلكتور تاني فهو هيروح ييفالويت ده يشغل ده، واللي طالع من ده اللي هو بالنسبه لنا دلوقتي المابنج فانكشن بتاعتنا هياخد منها السلايس اللي هو طلعها ويشتغل على اساسها. انا لو جيت سميت ده دلوقتي وده هنسميه لوجد اوت اهو زي الفل، وحاجه عندي هنا بدل ما تستخدم كل ده المابنج فانكشن دي هات لي لوجد اوت اهو. وتعالوا نتست الكود بتاعنا. انا اول ما دخلت هنا لو جيت عملت هنا قال لك ايه؟ اعمل لي لوجن، فانا دوست على اللوجن. خلي بالكوا عندي انا اهو ما عنديش اي داتا خالص، هروح اعمل هنا ايه باشمهندس؟ انا هعمل لوجن. لو عملت لوجن قال لك ايز لوجد ان اهو، وادي اليوزر وادي الفاليوز بتاعتنا. تعال نفتح ده من جنب، قال لك لوج اوت، نفس اللي احنا عملناه بالظبط. خلاصه القول بكل بساطه، انا عندي تو ميثودز استخدمتهم جداد هنا والاثنين ليهم علاقه بالان جي ار اكس. ايه يا باشمهندس التو ميثودز دول؟ قال لك بص يا صديقي الصدوق، حاجه اسمها سيلكت وحاجه اسمها كرييت سيلكتور. ايه هما دول بقى؟ قال لك بص خليني معلش اقفل ده كده عشان اكبر دي كده سيكه، وتعالى بص مع بعض. اول حاجه السلكت دي استخدمتها عشان يمنع اي دوبليكيشن يسمع في الاتش تي ام ال في الفيو بتاعي، امنع اي دوبليكيشن يسمع في الفيو بتاعي. قلت له حلو، بس حتى ان انا امنع الدوبليكيشن في الفيو بتاعي ده ما كانش بيمنع الريكالكوليت اللي كان بيحصل. طب ايه بقى اللي منع الريكالكوليت ان هو بيحصل؟ الكريت سلكتور. الكريت سيلكتور ده بياخد اول حاجه المابنج فانكشن بتاعتك، وممكن ياخد اكتر من مابنج، عشان كده قلت لكم ان هو ممكن ياخد اكتر من بارامتر اكتر من ارجيومنت يشتغل عليهم. قلت له حلو، بس انا كده مش محتاج غير الاوس بس، فانا كده اخدت السلايس الجزء من الستور بتاع الاوس. هو بالنسبه له لو الانبوت ما اختلفش خلاص هو هيجيب من الميموري. طب لو الانبوت اختلف هيبتدي يعمل مين؟ هيبتدي يتعامل مع البروجيكتور فانكشن. هتعمل ايه بقى البروجيكتور فانكشن دي؟ شوف اللوجيك اللي انت عايز تعمله ايه، هتروح تعكس وتحط في الميموري. فلما يجي يشتغل تاني لو الفاليو ما اتغيرتش خلاص هياخد من الميموري. ده اوتوماتيك الكرييت سيلكتور بيعمله منين؟ من جواه. يبقى كل اللي انا قلته في الفيديو ده عشان اقدر اوبتمايز الكود عندي، كل اللي انا قلته في الفيديو ده ان احنا ما ينفعش استخدم الستور از اوبزرفبل من الاول، لان ده معناه ان اي تغيير هيحصل في الستور حتى لو مش في السلايس بتاعتي انا، حتى لو مش في الرف بتاعي انا، يعني انا مثلا الرف بتاعي بتاع النسكافيه مثلا،
اللي هيعمل تغيير في الرف بتاع المناديل انا هسمع بيه. طب ليه انا مالي؟ طب ما هو يعمل في حاجته هناك، مع ان انا الفاليو بتاعته ما اتغيرتش، فانا ما ينفعش استخدم الستور از ان هو اوبزرفبل. ده ك ك ك كبرفورمانس وايز مش حلو. فعملنا بديلين، اول حاجه والاثنين لازم يشتغلوا مع يعني الاثنين عملتهم مع بعض. اول حاجه ان انا عشان امنع الدوبليكيشن في الفيو استخدمت السيلكت مكان الماب، قلت له حلو. وعشان امنع ان الكود بتاعي كل شويه يحصل له ريكالكوليت من اول وجديد استخدمت مين؟ الكرييت سيلكتور. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتم تطبقوا بايديكم، لان الموضوع ده مهم جدا 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 جدا. دمتم سالمين.